سلام احبائي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون على كيفيه صنع لوحات للاطفال بطريقه سهله بزاف. بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو الفيديو. غادي نحتاجوا ان شاء الله مقص، غادي نحتاجوا اوراق قاسحين، تقدروا تستعملوا نتوما اي حاجه، الاختيار كيبقى لكم. الى مثلا بغيتوا ديروا هاد اللوحات وتعلقوهم في بيت ديال الاطفال او لا، ما عرفتش، شوفوا نتوما تقدروا تستعملوهم من خشب، المهم الاختيار كيرجع لكم. غادي نحتاجوا صباغه، غنحتاجوا الشيتات باش نصبغوا، وغنحتاجوا لصقه وصور. انا اختاريت ديال الحيوانات، نتوما تختاروا اللي بغيتوا، الاختيار كيبقى لكم نتوما، حداك الشيء حسب الرغبه. يلا نبداو. المهم غادي نصبغوا، هاد الكريطنات باللون اللي بغيتوا، الاختيار كيرجع لكم نتوما. بسم الله، انا اختاريت الصفر ما عرفتش علاش، المهم عجبني. نتلاقاو بينما كملت هادي. هاني ساليتها في الصباغه، غنتسناوها حتى تنشف، ومن بعد غنعاودو نصبغوها من الجهه الاخرى. المهم انا راه ديجا مصبغه وحده اخرى، درتها بهذا اللون غامق شوي، علاش؟ حيت هاد الكرتونه واخده انا غير من مقطعه غير من الكرتون ديال التليفونات، داكشي علاش ماشي بالضروره خاصنا نمشيو نقلبوا على شي حاجه ما كايناش، ولا امور بساط نقدروا نصيبوا بها شحال من حاجه. درت فيها هذا اللون الغامق باش ما يبقاوش يبينوا، باش ما تبقاش تبان الكتبه وداك الشيء. المهم دابا غادي ندوزو للتصاور، نقطعوا الصوره اللي بغينا، المهم نقطعوهم ونطلقاو. دابا ملي قطعنا هاد التصاور غادي نلصقوهم فوقهم. تسنيت حتى نشفو اللوحات، وقطعت التصاور الاخرين ولصقتهم. الفيديو سهل، نتمنى يكون عجبكم، الى عجبكم ديروا ليه لايك، وما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب باش تشاركوا في القناه ويوصلكم كل جديد. مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو في راسكم.